لك شوية حكي اللي عم تسمعه. نانو حكي. انت ومحروس. عود ابو ياسر. ماني عايد. هلا بدي افهم شو اللي عم يصير. مبين عليك فهمان شو بدي فاهم فيك. انت صار لك 40 سنة عم توعدين. يا اخي حلك تعرف انه مالك نصيب. ابو ياسر. الجواز لا بالدهر لا بالزور. انو دهر وانو زور. كم مرة صرتي وعدتيني؟ امتى وعدتها؟ اول مرة من 40 سنة قبل ما تتجوزي ابو جميل. وتاني مرة من 30 سنة وقت هديك الشغلة. وتالت مرة قبل ما تعد بلوكي على راسي. وقعت على راسي البلوكي وفتحت لي عيوني. يا اخي المعاهدات بين الدول بتفرط، بدك تمسكها على كلمة انت؟ الرجال بيربط من لسانه. الرجال. والمرأة من وين؟ ماشي. ماشي. شو علي؟ شو؟ طلع صحيح مثل ما حكيت. بس شو علي؟ أولتها وآخرتها إلي. لك يا أبو ياسر، ما في مرة بتستاهل اللي عم تعمله أنت. بس فردوس بتستاهل. بعد ما عملت هيك العمايل كلها؟ محروس مو دايمنا، مرجوعة لعندي. أبو ياسر، ليكون ناوي تعمل لك شي جريمة؟ لا، شو جنيت؟ إذا عملت جريمة بالحبس وما بستفيد شي. أخا شو ناوي تعمل؟ بدي استنى. تستنى شو؟ استنى محروس مثل ما استنيت أبو جميل. استنى عيش يا ابني ابوك يا الحشيش.